السلام عليكم، معاكم الكابتن مينا ملاك. النهارده فيديو مهم جدا، ناس كتير قوي سالتني عنه، عن وجبه مغذيه للكلب، وجبه فيها مكونات وعناصر غذائيه كتير. فانا قررت ان انا اعمل الوجبه دي، بما ان انا قاعد مع حد صديق ليا، يعني المفروض ان انتوا تعرفوا الفيديوهات الجايه بقى بلوجات وحوارات كتير قوي. فقلت فرصه ان انا احضر الوجبه دي قدامكم وافيدكم واساعدكم ازاي تعملوا وجبه مظبوطه. اول حاجه معانا شويه مكونات، بس اهم حاجه لو انت معتبر ان الكلب ده مجرد كلب ما تتفرجش على الفيديو ده، مش هيفيدك، لان انا هعمل حاجات كان انا اللي هاكل، تمام كده؟ فلازم تكون واثق ان الحاجات اللي بتتعمل دي كان فعلا انت اللي هتاكل. تاني نقطه، لو انت طفل وبتتفرج علينا، حاول انك ما تعملش اي حاجه من الحاجات دي غير لو والدتك موجوده معاك، عشان لو انت هتستخدم سكينه زي ما انا هستخدم او هتعمل حاجه ما تضرش نفسك. ولو انت اول مره تشوفنا، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار باي فيديو جديد ينزل. اول حاجه، انا عندي رز، عندي خل، عندي ملح، وعندي فراخ، وعندي خضار. هنجيب الفراخ الاول، هيفتح الكيس ده. طبعا اللي عارفني عارف ان انا بعرف من الفراخ، بس عشان انا بحب الكلاب فغصب عني باخد الفرخه هنا كده، واقوم جايب الفرخه وبغسلها كويس. واقوم حاطط عليها خل. وحاطط شوية ملح، كأن بالظبط انت لما تاكلها لازم تظبطها صح. وانا مش شيف ولا طباخ ولا ست بيت، بس حاجات اساسية لازم تكون عارفها. وهبتدي ان انا اسيب الفرخة دي تتنقع شوية عشان خاطر تتظبط، وابتدي احط الحلة على النار واحط فيها مية عشان تبتدي ان هي تسخن شوية. ببتدي ان انا باخد الفرخة دي بعد خلاص ما خلصت شاطفها، خلصت كل حاجة، تمام، احطها في الحلة هنا. دلوقتي احنا حطينا الفرخة في المية على النار عشان تبتدي تغلي، نسيبها تغلي مرة او اتنين، يعني غلوة او غلوتين، بحيث ان الفرخة تستوي واللحم بتاعها يبقى طري كأن انا هاكله بالظبط. طبعا انا هغطي عليها واسيبها تغلي كده مع نفسها شويه، وبعد كده هرجع لكم نكمل هنعمل ايه. ورجعنا لكم بعد ما الفرخه كده خدت غلوتين، نبتدي نحط الخضار بتاعنا، تمام، ياخد غلوه مع الفرخه، وبعد كده نطلعها على جنب، وبعد كده نحط الكربوهيدرات. هنتكلم عن موضوع الكربوهيدرات ده، بس الاول خلينا في الخضار. الخضار اهم حاجه تحط فيه جزر، عايز تحط اي حاجه ثانيه مع الجزر اوكي براحتك، مفيش مشكله خالص، لان الخضار هو يعتبر الالياف او المصدر للغذاء الثاني. بيبقى عندنا بروتين اللي هو الفراخ، الخضار اللي هو الالياف، والكربوهيدرات اللي هو لسه هنتكلم عليه. خلينا نفتحه مع بعض كده ونشوف هنعمل ايه. انا مبدئيا جايب خضار، تمام، اللي هو بتاع شوربه الخضروات، جاهز من السوبر ماركت، مش محتاج ان انت برضه تقعد تبشر وتعمل الحاجات دي كلها. طبعا برضه لو انت طفل صغير او حد لسه سنه صغير وواقف في المطبخ، حاول انك تستخدم الحاجات دي تحت اشراف والدتك عشان ما تاذيش نفسك. ونبتدي نحط الخضار بتاعنا مع الفراخ عشان ياخد اخر غلوه، وهنحط شويه ملح كمان هنحتاجه، عشان لازم تحط ملح لكلبك في الاكل. دلوقتي نحط معلقه ملح او تقديريا يعني على حسب كميه الاكل اللي انت بتعملها، وابتدي ان انا اقلبه. طبعا احساس الشيف الشربيني اللي جوايا ده طبيعي جدا، ان انا بحب وقفه المطبخ، فلو حد ناوي يتريق او يهزر براحتك عادي جدا، احنا اسره مع بعض كده، اعمل نفسك فيه، اهم حاجه تكون مبسوط. دلوقتي بعد ما خلاص غلينا الفرخه مع الخضار والدنيا زي الفل، ممكن نطلع الفراخ عشان نحط الرز بتاعنا. بالنسبه لنقطه الرز، الكربوهيدرات هي يا رز يا مكرونه يا عيش. انا كمينة بفضل رز او مكرونه، ما بحبش العيش في الكربوهيدرات لعده اسباب كده مش هنتطرق ليها دلوقتي خالص. فبنطلع الفرخه مع بعض ونبتدي نحط الرز بتاعنا. دلوقتي احنا كده حطينا الرز وحطينا الخضار بتاعنا والفراخ بره، هنبتدي نفصص الفراخ على ما الرز يبتدي ان هو يستوي. طبعا الخضار بيبقى معاه عشان ما ينفعش ناكل عظم للكلاب. لو انت عايز تاكل كلبك عظم، فالعظم ني، وطبعا العظم انا ما بفضلوش نهائي، عظم مستوي ممنوع نهائي. ودلوقتي الوجبه بتاعتنا خلصت، الرز استوى خلاص مع الخضار، تمام، نبتدي نفصص بقى الفراخ ونحطها في الطبق ونحط عليها الرز والخضار. طيب معلومه بسيطه عشان الناس اللي هتسال ايه اللي هيميز الوجبه دي؟ الوجبه دي اتميزت ان احنا سلقنا الفراخ في الميه، حطينا التوابل بتاعتنا اللي هو الملح، مش محتاجين اي اضافات ثانيه،
لما سلقنا الفراخ طلعت الشوربه تمام، دي معلومه بسيطه جدا. حطيت فيها الخضار، ابتدى الخضار يتشبع من الشوربه، وبعدين حطينا الرز عشان يتعمل بالشوربه نفسها، فاصبح ان الرز في الشوربه نفسها، فالكلب لما هيجي ياكل هيبقى بالنسبه له كله واحد، بالنسبه له كله من الفراخ، مش هيقعد ينقي الفراخ من الرز. طيب لو حد عنده مشكله ان الكلب بينقي الفراخ من الرز، هيبتدي ان هو يعمل نفس الطريقه دي. لو لسه الكلب بينقي الفراخ من الرز، فما قدامكش غير حل واحد تاني، وهو انت تبتدي تحط الاكل ده بعد ما يخلص مع الفراخ في الخلاط، تبتدي تضربه له عشان ما ينقيش وما يعرفش ان هو يطلع الفراخ بس وياكلها. وعايز اقول لكم ان في مفاجآت تحفه هتنزل الفيديوهات الجايه، وهي تدريبات شامب للحراسه. الناس اللي كانت بتسالني عن الموضوع ده وعايزه تعرف ايه الدنيا في الموضوع ده، اتمنى ان انتوا تتابعوا القناه كويس الفتره الجايه، واللي لسه اول مره يشوفنا يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو لو الفيديو عجبك عشان تتابع الفيديوهات الجايه وان شاء الله تفيد. طبعا عنده اي استفسار اكتبوا لي في الكومنتات وهرد عليكم طبعا عشان المشاكل اللي بتبقى عندكم، ولو في مشكله تستدعي ان احنا نعمل ليها حلقه نعمل لها حلقه مخصوص، مفيش ادنى مشكله. وبس كده الموضوع بسيط، واتمنى ان انا اكون افدتكم وما طولتش عليكم، بس كده الموضوع بسيط يعني. اشوفكم في فيديو جديد، سلام عليكم. بس قلت good boy.